النهارده انا جاي العب معاكم لعبه. الورقه اللي في ايدي ده كلام ناس من وسطيكم هم اللي كاتبينه. سالنا سؤال بسيط خالص، عملت ايه الشهر اللي فات او احكي لنا حاجه عن نفسك. هنسال دلوقتي اسئله من الكلام اللي انتوا كاتبينه، وكل واحد فيكم حصل له نفس الحاجه يتفضل معنا على المسرح. اوكي جاهزين؟ اهلي جم يعيشوا معايا في القاهره. Yes, please. مين ساعد حد ان هو يلاقي شغل؟ اتأخرت على معادي عشان الطريق كان زحمة. I am on stage اصلا. اهو. واتفاجئنا قد ايه كل الناس دي بيجمعها تفاصيل صغيرة وكبيرة برغم اختلافها. اللي جاله مولود جديد في العيلة، اللي سمعوا بالصدفة اغنية لأم كلثوم في الشارع، واللي اتعلموا طبخة جديدة، اللي ساعات بيحسوا بالوحدة. انا بقيت اشجع ليفربول عشان محمد صلاح. كله يطلع. انا حقيقي معجب بكل واحد هنا، ومؤمن ان كلنا زي بعض مهما اختلفنا. فليه نبقى مقفولين على نفسنا لما ممكن كلنا نكمل بعض؟ لو انت مقتنع زي بكده شير الفيديو ده.